في إسبانيا انتهت الاستعدادات لاستقبال ناخبين من الجالية الجزائرية بمركز التصويت أليكونت في إطار الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق الاثنين في مكتبي أليكونت وفالنسيا. أكد مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر في أليكونت مصطفى يطو أن كل الظروف مهيئة لاستقبال الناخبين مع ضبط كل الإجراءات الإدارية واللوجستيكية لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية عبر 7 مكاتب تصويت تابعة لمركز أليكونت. تمت مراجعة دقيقة، تمت إضافة المسجلين الجدد وحذف الذين غيروا مكان إقامتهم. عندنا مكاتب 7، عدد الناخبين الإجمالي عندنا 10,070 ناخب. أكثر نسبة متواجدة في أليكانت، ويبلغ العدد تاع أليكانت عدد الناخبين في أليكانت 3,873. عندنا موعد الافتتاح مكتبين، المكتب المتواجد بالقنصلية الجزائرية ومكتب المتواجد